عمرك سألت إيه اللي بيحصل لحبات الذرة يخليها تفرقع وتتحول لفشار؟ السبب موجود في تكوين حبة الذرة نفسها، لأنها تحتوي على نواة بتتكون من قشرة خارجية صلبة جدا وغير مسامية تسمى بيريكارب، بالإضافة لإحتوائها على حبيبات ماء ونشا طري بيكونوا هما مصدر غذاء للبذور أثناء إنبتها. لما بنحط حبات الذرة في وعاء ساخن، نواة الذرة بتبدأ بالتسخين لغاية ما توصل لدرجة حرارة عالية، فبتحول قطرات الماء بداخلها لبخار. وبما أن القشرة الخارجية لحبة الذرة صلبة وغير مسامية زي ما قلنا، فالبخار ما بيلاقيش منفذ يخرج منه، وبالتالي بيتراكم الضغط داخل النواة. وبمجرد ما يرتفع الضغط لدرجة معينة وتوصل درجة الحرارة حوالي 180 درجة مئوية، يبدأ هيكل النواة ينفجر، وده اللي بيعمل صوت في الفرقعة، وتنقلب نواة الفشار من جوه لبره. وبمجرد ما النواة تتقلب، بتحول النشا الرغوي الأبيض الموجود جواها بفعل درجة الحرارة لجيلاتين، وبعدين يبتدي بالتمدد مع الانفجار السريع للنواة، وده اللي بيكون القشرة البيضاء اللي بيدي حبة الفشار شكلها اللي احنا عارفينه. وشكرا للاستماع.